ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا جولدن واي دلوقتي بعد ما قال ان احنا ما نقدرش ننسحب بالذهب، وطبعا بعد التواصل كبير مع الدعم في الاخر قالوا ان احنا نقدر ننسحب من الموقع بالذهب ولكن بدون تطبيق الخصم. يعني لو حد فيكم دخل وشاف سعر الذهب، هعرض لكم سعر الذهب اللي موجود في الموقع بالخصم وبعد الخصم. سعر مثلا الواحد جرام هو عامل لك 96 يورو، فهين انه عامل جنب منه خصم، عامل ان ال 96 يورو ده سعره الاساسي، ده الخصم، والسعر الاساسي 2400 يورو او 2600 يورو. يعني اللي عايز ينسحب من الموقع وما يصبرش على الموقع، لما ينصب عليه بعد 4 شهور الموقع هينصب عليه عن طريق سعر الذهب اللي عالي جدا. فهدول ابعت لكم يعني احط فيديو دلوقتي يوضح سعر الذهب كام، ويوضح كمان سعر الذهب الاصلي او الحقيقي في اي مكان. يعني سعر الذهب عندي كام في البلد، وسعر الذهب في جولدن واي كام. شوفوا النصب، اختاروا انهي نصبه اللي تعجبكم امشوا فيها. معانا السبيكه الواحد جرام مكتوب عليها 2.5 جرام، سعرها 96 يورو، والسعر الاصلي 2400 يورو، ده السعر اللي بعد اللي قبل الخصم. وانت لما تيجي تنسحب مش هيطبق عليك السعر الاساسي، هيطبق عليك السعر قبل الخصم. وعندك هنا ال 2.5 جرام ب 214 وهي في الحقيقه ب 4000. عندك ال 5 جرام ب 8000 ب 2000 ب 8000 يورو. عندك السبيكه ال 10 جرام ب 15000 يورو. عندك السبيكه اللي هي 20 جرام ب 29000 يورو، اللي كان سعرها الاساسي 1400 يورو. عندك السبيكه اللي هي مش عارف دي كام جرام صراحه، ولكن السبيكه اللي بعدها اللي هي دي ب 45000 يورو. يعني السبيكه اللي تحتها على طول اللي هي زي ما انتم شايفين كده، السبيكه ال 50 جرام ب 73000 يورو، 73000 يورو. عندك السبيكه ال 10 جرام عامله 146000 يورو، اللي هي سعرها في الاساس 7000 يورو. فشوف حضرتك هتختار تصبر في الموقع وينصب عليك، ولا تطلع من الموقع بحته سبيكه الذهب مقابل فلوسك لا تساوي اي شيء من فلوسك. وهعرض لك دلوقتي سعر الذهب اللي عندنا في اللي موجود عندنا في مصر، وتقارنه بما يقاربه في عملة اي دولة تانية، هنوصله للدولار. وده زي ما انت شايف حضرتك بيقول لك يرجى استبدال. انا كنت بقول لهم عايز اطلع من الموقع بالذهب، قالوا لي سيتم اكد اكد يرجى تأكيد شراء البضائع باستخدام الشهادة الحالية بالسعر الحالي، كما انه سيتم علما بان السعر سيكون بدون خصم. زي ما انتم شايفين كده، يرجى تأكيد شراء البضاعة بالسعر الحالي علما بان سعر الذهب سيكون بدون تطبيق الخصم. يعني هتشتري بالسعر الاصلي اللي هم شاطبين عليه بدون تطبيق الخصم، يعني هتشتري بسعر غالي 10 اضعاف السعر الاصلي اللي هو، او غالي مثلا 20 ضعف السعر الاصلي. وطبعا ده نصب واضح، هذا نصب واضح زي ما انت شايف كده، انا بعته سيادتك للدعم. تعالى بقى بص كده سعر الذهب الاصلي، السبيكه الاثنين الواحد جرام عامله 2200 جنيه، يعني السبيكه الواحد جرام ب 70 دولار، السبيكه ال 2.5 جرام عامله 137 دولار، السبيكه ال 10 جرام عامله 716 دولار، السبيكه ال 20 جرام عامله 1300 دولار، السبيكه ال 50 جرام عامله 3500 دولار، السبيكه ال 100 جرام عامله 7000 دولار، وبكلمك بالدولار مش باليورو. فشوف بقى انت حضرتك محتاج انهي نصبايه في النصبتين تمشي معاك واختارها. جولدن واي قدرت تلعبها صح عشان تنصب علينا وبمزاجنا. الناس اللي هتختار خساره قريبه احسن من مكسب بعيد وتخرج بالذهب، اعرفوا ان لسه في جمارك هتدفعوها، فمش هتبقى واخد ذهب ملاليم بفلوس كتيره جدا وتدفع عليه جمارك كمان. والله مش عارف تصبروا او لا، ولكن خلي بالكم من الناس اللي عامله نفسها علماء دين وعماله تشمت، اللهم لا شماته في حد، وان شاء الله تعدي على خير باذن الله.